إكويتا اسم يتردد في غالبية أسواق العاصمة إسلامباد، عاصمة إقليم بلوشستان أكبر الأقاليم الباكستانية، والذي شهد أعمال عنف متصاعدة في السنوات الأخيرة. فالإقليم انضم إلى باكستان باتفاق لم تلتزم به في عام 1948، لتبدأ بعده عملية نزوح نحو المدن الباكستانية. عبد الرشيد كان ممن نزح مع أسرته باحثا عن الرزق والأمان. رأيت الكثير من الحوادث والانفجارات بأم عيني، والشخص الذي يغادر منزله صباحا لا يتوقع العودة مساء بأمان، لذا قررنا المجيء إلى هذه المدينة المسالمة. اضطراب أمني يعزوه مسؤولون باكستانيون لأسباب عدة، فالإقليم يمتلك أكبر حقول الغاز في باكستان، وبه ميناء جوادر الاستراتيجي، إذ يطل على الخليج العربي وخليج عمان ومضيق هرمز، وتقع في شماله مناطق القبائل ذات الحكم الفيدرالي وأفغانستان، وفي جنوبه يقع بحر العرب، أما شرقه فيجاور إقليمي السند والبنجاب، وغربه يجاور محافظة سيستان وبلوشستان الإيرانيتين. تخلق الهند مشاكل لباكستان من خلال إيران وأفغانستان، مصالحهم هي الحفاظ على عدم استقرار هذه المنطقة بسبب الاستثمارات الصينية لدينا. وتنشط في الإقليم جماعات مسلحة بمسميات وأهداف مختلفة، أبرزها جيش تحرير بلوشستان، جيش يهدف إلى الاستقلال ونيل حقوق الإقليم المسلوبة وفق ما يرى. تقول الحكومة الباكستانية إن أجهزة استخبارات أجنبية تدعم الانفصاليين لتقويض الأمن في بلوشستان وإحداث فتنة طائفية. قبل أيام تم إقرار الميزانية الفيدرالية تحت سقف ذلك المبنى، ميزانية أكد المسؤولون أنها ضمنت حقوق كافة الأقاليم، لكن أبعاد الأزمة الأمنية في بلوشستان تبدو أعمق من الميزانية بكثير. بليل الأصل العربي، إسلام آباد.